بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا في هذا اليوم أن نقف ونجلس في بقعة من بقاع الجنة وروضة من رياض الجنة لفقيدنا الغالي محمود أبو تاكي. طبعا محمود أبو تاكي غني عن التعريف، لقد سطر البطولات هو ومن مضوا معه في بلحمة بطولية كانت، وكما أشار الأخ أبو الشهيد أنها كانت ملحمة جعلت العالم ينظر إلى قضية البحرين بمنظور آخر، وأخذت منحى جديد. لا يسع هذا اليوم إلا أن نقدم حر التعازي إلى والده العزيز، وأن نشاركه في جرحه الأليم، وأن نمسح وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسح على قلب والدته، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ثابتين في خطاهم ومتمسكين بدماءهم، ولا نتنازل ولن نتنازل عن حقهم المدني وحقهم الجنائي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالعون والقوة والثبات في هذا الدرب. وهذا درب طبعا درب الصالحين ودرب الشهداء ودرب أهل البيت التي سطروا فيها الملاحم، فمنهم من قضى مسموم، ومنهم من قضى مقتول، ومنهم ونحن نسير في دربهم، وهو تاريخ أهل البيت، ونحن نسير عليه إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أهل البيت، وأن يجعل خاتمتنا كخاتمة هؤلاء الذين نقف على روضتهم من محمود أبو تاكي وجاره في روضته أحمد فرحان والآخرين في من مضوا معه في هذا الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يحشرهم في جنانه. ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نقرأ لروحه الفاتحة، ونشكر جميع من شاركوا في هذا في حضور هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك.